بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لهم، ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عودة إلى كتاب ذم المال والبخل من كتاب إحياء علوم الدين الإمام الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلوم في الدارين، آمين آمين آمين. حيث وصلنا في القراءة بالأمس إلى قوله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. والرفق هو لين الجانب في القول والفعل، في القول والفعل، والأخذ بالأسهل وهو ضد العنف. هذا قول الحافظ ابن حجر رحمه الله. الرفق هو اللين، لين الجانب في الفعل والقول، القول والفعل، والأخذ بالأسهل وضد العنف. واللين لا يكون، الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، والمسلم هين لين إلا أن يتعدى على حدود الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما عالى من اقتصد، ما عالى من اقتصد. وروي أيضا: ما عالى مقتصد، ما عالى مقتصد. وفي حديث في إسناده ضعف، ولكن المعاني إن شاء الله صحيحة. ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والغضب. نعم، هي الخشية، خشية الله عز وجل في السر والعلانية. لا يكون منافقا إذا استوى سره وعلانيته، فلا يكون منافقا. وروي أيضا أن رجلا أبصر أبا الدرداء يلتقط حبا من الأرض، يلتقط حبا، لعله كان هنالك حبات قمح، لعله كان هنالك حبات شعير، يلتقط حبا من الأرض ويقول: إن من فقهك رفقك في معيشتك. نعم. وفي حديث رواه الترمذي وحسنه، أذكر كيف ذكره الإمام الغزالي ثم أذكر كيف ذكره الترمذي رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الاقتصاد وحسن السمت والهدي الصالح جزء من 24 جزءا من نبوة. وعند الترمذي بدلا من الهدي الصالح قال التؤدى، وبدلا من 24 قال 24 جزءا. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وفي الخبر: التدبير نصف العيش، التدبير نصف العيش. التدبير يعني من الأخطاء السائدة يعني في تدريس البنات عادة. أول خطأ أنهم لم يدرسوا التدبير للأولاد. أول خطأ، ظنوا أن المسألة تتعلق بالبنات فقط لا غير. مثل قضية الاقتصاد، التدبير المنزلي ترجمة حرفية لإيكونومية، لإيكونومي في وهي مشتقة من كلمتين يونانيتين. والتدبير أبعد من عمل بسكوت وكيك، لا بأس، لكن هذا ليس التدبير. التدبير هو تدبير اقتصاد المنزل، تدبير اقتصاد أهل البيت، تدبير اقتصاد العائلة. وأبعد ما يكون أن نعفو عن الذكور من قضية التدبير، شيك؟ فالأصل أبعد ما يكون أن نعفو عنه، لا نعفو. نعم، أبعد ما يكون، يعني المعنى أنه درس الأولاد الذكور والإناث، درسهم قضية التدبير، هذا المقصود ها هنا. وقال صلى الله عليه وسلم، يعني وإن كان هنالك كلام في قضية الرواية: من اقتصد أغناه الله، ومن بذر أفقره الله، ومن ذكر الله عز وجل أحبه الله. الجزء الأول: من اقتصد أغناه الله، ومن بذر أفقره الله. في إسناده عمران بن هارون البصري
قال الذهبي رحمه الله: جاء بخير منكر. هذا الحديث جاء بخير منكر. نعم. وفي حديث رواه البخاري في الأدب المفرد فيه ضعف: إذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا. والتؤدة في الإنفاق من أهم الأمور. والثاني أنه إذا تيسر له في الحال ما يكفيه فلا ينبغي أن يكون شديد الاضطراب لأجل المستقبل، ويعينه على ذلك قصر الأمل. القضية الأساسية أنت تدبر الأمر، أنت تخطط، يعني كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. إذا لا بأس بالتخطيط، تخطط، تقول خطة، يعني مثلا طويلة الأمد، تنوي الدراسة، تنوي الدراسة 4 سنوات مثلا للمرحلة الجامعية الأولى، تنوي البناء، تنوي العمل، تنوي الزواج، تنوي، أو تريد أن يكون لك صناعة، أن يكون لك تجارة، لا بأس، بل التخطيط مطلوب، بل التخطيط مطلوب. وقلنا بالأمس أن التمني ليس تخطيطا. تضطجع، تضع يدك تحت الرأس وتحلم تحلم بالثمرة، ولا تريد أن تعمل حتى تصل إلى الثمرة، وباعتدال وباعتدال. إن لبدنك عليك حقا، إن لزورك عليك حقا، إن لأهلك عليك حقا. قالوا من أهل القدس عائلة، نسأل الله عز وجل أن يحفظ أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقها حلالا طيبا، وأن يحفظها من كل سوء، وأن يجمع كلمتها على الخير. هذه العائلة رجل وزوجته استأجرا محلا، فإذا كان هو يداوم في المحل هي التي تعتني في البيت والأولاد والمدارس، وإذا كانت هي أراد أن يعود المنزل، يعني هو نصف النهار ثم هي ما تتدعي المحل الباقية، فهو الذي يذهب للمدارس والأولاد وكذا، فلا يلتقيان، إما هو وإما هي. إذن أنه إذا تيسر له في الحال ما يكفيه فلا ينبغي أن يكون شديد الاضطراب لأجل المستقبل. خطط، لكن ما يكون عندك جزع ولا يكون هم ليل نهار عمالك بتخطط، برضو أيضا خطأ. وتخاف على المستقبل، خطأ. ويعينه على ذلك قصر الأمل والتحقق بأن الرزق الذي قدر له لابد وأن يأتيه وإن لم يشتد حرصه، وأن شدة الحرص ليس هي السبب لوصول الأرزاق، بل ينبغي أن يكون واثقا، أن يكون واثقا بوعد الله تعالى، إذ قال عز وجل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال الإمام غزالي تعليقا: قال: وذلك لأن الشيطان يعده الفقر ويأمره بالفحشاء. يعده الفقر، يخوفه الفقر، يخوفه الفقر، ويقول: إن لم تحرص على الجمع والادخار فربما تمرض وتعجز وتحتاج لاحتمال الذل في السؤال، فلا يزال طول العمر يتعبه في الطلب خوفا من التعب، ويضحك عليه في احتماله التعب نقدا، يعني في الحال، النقد هو الذي حالا مع الغفلة عن الله عز وجل لتوهم تعب في ثاني الحال وربما لا يكون. وفي مثله قيل، والشعر للمتنبي: ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. ينفق الساعات، ينفق الأيام، ينفق السنين، ينفق ماذا ينفق؟ العمر هو رأس المال، فجمع مالا وضيع عمرا فهو فقير. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل
الفقر هو الفقر هو الفقر. فمن ضيع عمره في غير طائل فقد أفلس، وما هذه الحياة إلا هذه الدقائق. السلام وبركاته، إن شاء الله جزاكم الله خيرا. وقد دخل ابن خالد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما: لا تيأسا من الرزق، ما تهزهزت رؤوسكما، فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله تعالى. نعم. الحافظ ابن حجر في الأمال المطلقة قال: هذا حديث صحيح، وبعض المعاصرين ضعفه. طب لما يضعف هذا الحديث؟ ذاك بسبب أن في الإسناد سلام بن شرحبيل، وهو من التابعين، وهو من إيش؟ من التابعين، ولا يوجد شيء على هذا التابعي رحمه الله. فلما النزول بمستوى الحديث بالحكم على الحديث من الصحة إلى الضعف، بل عده منكرا في بعض النصوص؟ لا تيأس من الرزق، ما معنى الحديث هذا؟ لا تيأس من الرزق، ما دمت على قيد الحياة. ما معنى تهزز الرأس؟ ما دمت على قيد الحياة فرزقك آت. قلنا لا ينقطع الرزق إلا بانقطاع الحياة، لا ينقطع الرزق إلا بانقطاع الحياة. والرزق أنواع كما تعلمون. وفي حديث لعله مرسل: لا تكثر همك ما يقدر يكن، وما ترزق يأتك. لا تكثر همك ما يقدر يكن. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث قد قرأناه من قبل: ألا أيها الناس أجملوا في الطلب، فإنه ليس لعبد إلا ما كتب له، ولن يذهب عبد من الدنيا حتى يأتيه ما كتب له أو ما كتب له من الدنيا وهي راغمة، وهي راغمة. ولينفك الإنسان عن الحرص إلا بحسن ثقته بتدبير الله تعالى في تقدير أرزاق العباد. وأن ذلك يصل لا محالة مع الإجمال في الطلب، بل ينبغي أن يعلم أن رزق العبد من حيث لا يحتسب أكثر. قال الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم، اتق الله عز وجل ويأتيك الفرج، ويأتيك الفرج. فإذا سد عليه باب كان ينتظر الرزق منه فلا ينبغي أن يضطرب قلبه لأجله. وقلنا فيما سبق: إذا أغلق باب فقد فتح آخر، إذا أغلق باب فقد فتح آخر. وقد يراد بك الخير، يعني أنت مثلا تعطى رسالة في المؤسسة، في المصنع، في المتجر، في مركز خدمات، اللي هو في الورشة، يقال لك الله يسهل عليك، ما عدنا نحتاجك، حتى لو تلطفوا وشكرا على الخدمات وكذا، هين معنى الحديث إيش؟ انتهى. في تلك اللحظة، في تلك اللحظة قد تزع، وقد يعني تقلق، وقد تضطرب. وما معنى هذه النهاية إلا بداية في محل آخر بشروط عمل أفضل، وعند أناس أرقى في المعاملة، وبمعاش أعلى، ومع ذلك أنت في لحظة معينة أصابك قلق، وأصابك اضطراب، وأصابك هم، وأصابك حزن. لا تحزن، إن الله معنا. حسبك، جزاك الله خيرا، أكرمك الله، بوركت، أغلبنا، مساكم، جزيكم الخير، شكرا. نعم. وهنالك حديث لا يصح، نتركه جانبا. ثم
قال سفيان رحمه الله: اتق الله فما رأيت تقيا محتاجا. اتق الله فما رأيت تقيا محتاجا، أي لا يترك التقي فاقدا لضرورته، بل يلقي الله في قلوب المسلمين أن يوصل إليه رزقه، أن يوصل إليه رزقه. وقال المفضل الضبي: قلت لأعرابي: من أين معاشك؟ من أين معاشك؟ قال: بورود الحاج. بورود الحاج. قلت: فإذا صدروا، يعني هنالك موسم للحجاج، كما نقول يعني له رزق في مجيء الحجاج، فإذا صدروا انتهى الحج وعاد كل إلى أهله، فبكى وقال: لو لم نعش إلا من حيث ندري لم نعش. يعني هو الواحد فقط لا غير، الرزق هي على الرزق على الحجاج أو المعتمرين أو كذا، هي أرزاق، هي أرزاق. لو توكلتم على الله حق توكله لغدوتم كالطير تغدو خماصا وتعود بطانا، صباحا غدوة فيها سعي. لا مش قاعد، ومرات هو قاعد برضو بيجي الرزق. اسمعوني، ليس الدعوة للجلوس، ليس الدعوة للقعود، ليس الدعوة للنوم، ولكن هب أن إنسانا أصيب يعني إصابة عمل، ففقد رجليه، وكانت طبيعة عمله تعتمد على هاتين الرجلين، هل يأتيه رزقه؟ نعم هل يأتيه رزقه، هذا قصدي. وإلا فبارك الله لأمتي في بكورها، يعني بدها اسعى، تسعى حتى هو الاكتساب، هو هي أرزاق مقدرة، ولكن عليك أن تسعى. نعم، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. نعم. وقال أبو حازم رضي الله عنه: وجدت الدنيا شيئين، وجدت الدنيا شيئين، شيئا منهما هو لي فلن أعجله، أستعجله، فلن أعجله قبل أجله، ولو طلبته بقوة السماوات والأرض، وشيئا منهما هو لغيري، فذلك لم أنله فيما مضى، فلا أرجوه فيما بقي. يمنع الذي لغيري مني كمنع الذي لي من غيري، ففي أي هذين أفني عمري؟ اللي جاييني جاييني، اللي إلك إلك، واللي مش إلك محرم عليك، اللي إلك إلك، فلا تستعجل. فلو أن أهل البسيطة شفعوا لك في أن يستعجل، هو جايك، هل تعلم ماذا يأتيك غدا؟ هل تعلم ماذا يأتيك بعد غد؟ هل تعلم ماذا يأتيك بعد سنة؟ هل تعلم ماذا يأتيك بعد 10؟ لا تعلم، الله أعلم. والذي ليس لك كيف تبحث عنه، والذي لا يجوز لك كيف تبحث عنه، هنالك ما هو ليس لك، وهنالك ما يحرم عليك ابتداء، كازين القمار، هذا لا يجوز لك أن تعمل فيه، ولا أن يكون له لك فيه إيش أي حركة. حتى لو طلب منك أن أي شيء في خدمة هذا المكان، فإنه قائم على الظلم، قائم على إيش؟ هو حرام وهو ظلم محض، وهو إيش؟ ظلم محض. اسمه أكبر من نفعهما. نعم. قال إمام الغزالي: فهذا دواء من جهة المعرفة لا بد منه لدفع تخويف الشيطان وإنذاره بالفقر. الشيطان يعدكم الفقر. الثالث: أن يعرف ما في القناعة من عز الاستغناء،
وما في الطمع والحرص من الذل. فإذا تحقق عنده ذلك انبعثت رغبته إلى القناعة، لأنه في الحرص لا يخلو من تعب، وفي الطمع لا يخلو من ذل، وليس في القناعة إلا ألم الصبر عن الشهوات والفضول. نعم. وهذا ألم لا يطلع عليه أحد إلا الله، وفيه ثواب الآخرة، وذلك ما يضاف إليه نظر الناس، وفيه الوبال والمأثم. ثم يفوته عز النفس والقدرة على متابعة الحق، فإن من كثر طمعه وحرصه كثرت حاجته إلى الناس، فلا يمكنه دعوتهم إلى الحق، بل تلزمه المداهنة، وذلك يهلك دينه. ومن لا يؤثر عز النفس على شهوة البطن فهو ركيك العقل ناقص الإيمان. أن تعز نفسك أم تهينها في مقابل لقيمات؟ الله عز وجل كرمك فلا تهن نفسك. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: عز المؤمن استغناؤه عن الناس. رواه الحاكم والصحاح. وفي القناعة الحرية والعز، ولذلك قيل: استغني عمن شئت فأنت نظيره، واحتج إلى من شئت فأنت أسيره، وأحسن إلى من شئت فأنت أميره. قال: الضيف أسير لمحل، مش هيك؟ لا، هو أسير المعروف، هو أسير المعروف. نعم. الرابع: أن يكثر تأمله في تنعم اليهود والنصارى وأراذل للناس والحمقى. ذكر أقواما، قال: الأجلاف ومن لا دين لهم ولا عقل. ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والأولياء وإلى سمت الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة والتابعين، ويستمع أحاديثهم ويطالع أحوالهم، ويخير عقله بين أن يكون على مشابهة أراذل الناس أو على الاقتداء بمن هو أعز أصناف الخلق عند الله عز وجل، حتى يهون عليه بذلك الصبر على القليل والقناعة باليسير. فإنه إن تنعم في البطن فالحمار أكثر أكلا منه، والثور والفيل هل تأكل أكثر من هؤلاء؟ أكثر من الحمار، أكثر من الثور؟ فإن تنعم في البطن فالحمار أكثر أكلا منه، وإن تنعم في الوقاع يأتي أهله فالخنزير أعلى رتبة منه. يعني ذلك في عدد المرات. وإن تزين في الملبس والخيل ففي اليهود من هو أعلى رتبة منه، يعني في الأموال. وإن قنع بالقليل ورضي به لم يساهمه في رتبته إلا الأنبياء والأولياء، إن كان قنوعا، والقناعة كنز لا يفنى، لم يساهمه في رتبته إلا الأنبياء والأولياء. رتبة عالية، القناعة رتبة عالية، ولذلك كنز، ولذلك هو أو هي كنز. الخامس: أن يفهم ما في جمع المال من خطر، كما ذكرناه في آفات المال وما فيه من خوف السرقة والنهب والضياع، وما في خلو اليد من الأمن والفراغ. وتأمل ما ذكرناه من آفات المال مع ما يفوته من المدافعة عن باب الجنة إلى 500 عام، فإنه إذا لم يقنع بما يكفي التحق بزمرة الأغنياء وأخرج من جريدة الفقراء. ويتم ذلك بأن ينظر أبدا إلى من دونه في الدنيا، لا إلى من فوقه، فإن الشيطان أبدا يصرف نظره في الدنيا إلى من فوقه، فيقول: لما تفتر عن الطلب وأرباب الأموال يتنعمون في المطاعم والملابس، ويصرف نظره في الدين إلى من دونه، فيقول: لما تضيق على نفسك وتخاف الله وفلان أعلى منك وهو لا يخاف الله. لا إله إلا الله. والناس كلهم مشغولون بالتنعم، فلما تريد أن تتميز عنهم؟ فلما تريد أن تتميز عنهم؟
الأمور بمقاصدها، لما تريد كذا وكذا؟ الأمور بمقاصدها، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما الأعمال بالنيات. قال أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، أي في أمور الدنيا، أي في أمور المادة. في أمور المادة واضح، أنظر إلى من هو دونك. في قضايا الأموال أنظر إلى من هو دونك. اليوم أنت أصبحت معافا، ولذلك أنت هنا، ولذلك أنت هنا. ومن هدم بيته في زلزال مثلا في تركيا رحم الله من استشهد بإذن الله عز وجل في هذا الزلزال، وشفى المرضى والجرحى وعانهم على البناء مرة أخرى إن شاء الله. فمن أصبح منزله مهدوما، ولدينا أيضا في بلادنا من أصبح منزله مهدوما، ذاك بزلزال طبيعي وهذا بزلزال سياسي. فمن أصبح منزله مهدوما انشغل به لعله يرجو أن يجد بعض أهله حيا، صحيح؟ في القضايا المادية انظر إلى من، انظر إلى من هو دونك. وفي القضايا المعنوية، في قضايا الدين، في قضايا الإيمان، في قضايا الروح، في قضايا العبادة، انظر إلى من هو فوقك. فلان له كذا، هذا يصوم، وهذا مقبل على القرآن الكريم، وهذا مقبل على قيام الليل، وهذا مقبل على رعاية الأيتام والأرامل والفقراء والمساكين، وهذا مقبل على بناء المدارس، وهذا مقبل على بناء المساجد، وهذا وفي كل خير، وفي كل خير. فإذا كان لديك هذا المال فقل فيه هكذا وهكذا. يعني الشافعي رحمه الله ضرب له خباء خارج مكة المكرمة، وكان معه 10,000، فما مضى ذاك اليوم إلا وقد أنفقها كلها، يعني على الفقراء والمحتاجين وذوي الحاجات. نعم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. أحد الإخوة الأتراك رجل عمره بلغ 74 سنة، مهمت شركهان كأن اسمه، تبرع بكل مدخراته التي ادخرها للعمرة، بقي 10 أيام للعمرة، فتصدق بها لضحايا الزلزال، لضحايا الزلزال. وبكى الرجل ورفض أن يعطى، رفض أن يعطى مثلها، رفض أن يرسل به إلى العمرة. فقال: من أراد أن يعطيني فليعطي هذا المال البديل أيضا لمصابي هذا الزلزال. أرأيت؟ فهذه الأمور يقدر على اكتساب خلق القناعة، فبهذه الأمور يقدر على اكتساب خلق القناعة. وعماد الأمر الصبر وقصر الأمل، وأن يعلم أن غاية صبره في الدنيا أيام قلائل يتمتع دهرا طويلا، فيكون كالمريض الذي يصبر على مرارة الدواء لشدة طمعه في انتظار الشفاء. أدركنا الوقت، سبحانك اللهم وبحمدك،
نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.